أكد سفارة دولة فلسطين بالقاهرة استمرار وصول جرحى ومصابي قطاع غزة نتيجة للعدوان الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية بالعريش والإسماعيلية والقاهرة. وأوضحت السفارة أنه يتم نقل الجرحى عن طريق معبر رفح، حيث يتواجد فريق طبي مصري أمام المعبر لاستقبال الحالات القادمة كافة، وتقدم له مستشفى العريش الخدمة والعناية الطبية اللازمة، وتستمر حالة رفع درجة الاستعداد بداخل المستشفيات لهم مع توفير أطقم سيارات الإسعاف التي تنتظر أمام المستشفى في وضع استعداد لنقل أي حالة للمحافظة الأخرى. وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بجزيل الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية نظير جهودهم المستمرة عقب قرار السلطات المصرية استمرار فتح معبر رفح البري طوالي شهر رمضان من أجل تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.